معي عبر الهاتف سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان، عضو المجلس التنفيذي في حكومة الشارقة. دكتور السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا دكتور. الله يمسيك بالنور والسرور. حياك الله سعادتك. أنا سعيد أني أستمع لك اليوم الثاني على التوالي. ونحن نسعد الله يبارك فيك ودائما نبحث عن فرصة نسعد بها الجمهور الكريم. جزاك الله خير. دائما المستمعين يقولون المهندس خليفة الطريجي ما يجيب للأخبار الطيبة. والله الله يجعلنا وياكم دائما من أصحاب الأخبار الطيبة والبشارات بإذن الله. آمين. عيل بشرنا يا طويل العمر، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ولله الحمد اعتمد المجلس التنفيذي في جلسته صباح اليوم الدفعة الأولى للدعم السكني لعام 2022. تعتبر هذه الدفعة من أكبر الدفعات التي أصدرتها دائرة الإسكان، حيث أن الدفعة الحالية بها 528 مستفيد، وبمبلغ إجمالي وكلي لقيمة الدعم السكني أو لقيم الدعم السكني 357 مليون درهم. طبعا هذه الدفعة توزعت أو تنوعت ما بين عدة يعني حسب الغرض من المساعدة، ما بين بناء جديد، وما بين استكمال مساكن، وما بين إضافة وصيانة، وما بين الحصول على مسكن حكومي جاهز، ووحدات سكنية مصغرة. أيضا يعني استأثرت مدينة الشارقة بنصيب الأسد من هذه الدفعة قرابة 60%، كان النصيب المنطقة الشرقية منها قرابة 30% و 10% للمنطقة الوسطى. أيضا تنوعت الحالات الاجتماعية المستفيدة من هذه الدفعة ما بين المتزوجين أو كذلك المتزوجات من غير مواطن والمطلقات والأرامل والأيتام. طبعا ولله الحمد نحن في السنة هذه في 2022 ندخل عامنا العاشر منذ إطلاق دائرة الإسكان لدفعاتها من 2012، ولله الحمد والمنة ثم لصاحب السمو حاكم الشارقة صاحب اليد الطولة في الخير، يعني على مستوى يعني رخاء المواطن وسعادته ومعيشته، وعلى المستوانا نحن المحلي في دائرة الإسكان نكون بإذن الله وصلنا في خلال طبعا في هذه الدفعة إلى 9511 مساعدة سكنية، وسنصل بإذن الله في هذه السنة إلى 10,000 مساعدة سكنية، أي تقريبا يعني تقدر تقول أكثر من 90 إلى 95% منها عبارة عن مساكن، وسنصل بإذن الله بحجم المساعدات السكنية. طبعا الدفعة هذه مع المساعدات السابقة مبلغها الكلي 7,469,000,000، خلال هذا العام سنتجاوز بإذن الله تعالى 8 مليار درهم، والعشرة آلاف مسكن خلال 10 سنوات من عمر ذات الإسكان. فنشكر الله سبحانه وتعالى ثم نتقدم بجزيل الشكر والثناء والدعاء إلى صاحب الأيادي البيضاء صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على الدعم اللامحدود والتواصل المباشر وتقديم الدعم في أسرع وقت يعني يصل أو يعني نصل فيه إلى سموه الكريم، وكذلك نتقدم بشكر جزيل إلى الدعم المباشر والمتابعة الحديثة والحثيثة من سمو ولي العهد حفظه الله رئيس المجلس التنفيذي. الحقيقة كلهم كانوا داعمين ومساندين لمسيرة دائرة الإسكان والدفعة وإصدار الدفعات السكنية وكل ما يتعلق من عوامل ومسرعات لإغاثة وسرعة استعجال طلبات المواطنين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. 10 سنوات إذن مهندس خليفة من تأسيس دائرة الإسكان، وسيكتمل هذا العقد ب10,000 مساعدة تقريبا خلال هذه ال10 سنوات بإذن الله تعالى، و8 مليار درهم بإذن الله نكون وصلنا وسنتجاوزها بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. المعدل مهندس خليفة أفهمه بأن ما يقارب الألف مساعدة سكنية في كل عام. تقريبا 1,000 مساعدة سكنية في كل عام، نعم، وهو كان توجيه صاحب السمو منذ البداية أن لا تقل مساعداتكم سنية عن 1,000 مساعدة سكنية كل سنة. هذا مقارنة من ما هو قبل تأسيس الدائرة، ما كانت هذه الأعداد عندنا في الحقيقة مهندس خليفة.
شوف أخي الكريم، منذ إنشاء يعني ما قبل إنشاء الدائرة كانت حكومة الشارقة أنشأت 10,000 مسكن، يعني في 30 سنة. في حقبة الدائرة ويعني تنفيذا للتوجيهات صاحب السمو وتسريع حصول المواطن على مسكن ومواكبة الطفرة في أعداد وطلبات المساكن، بحمد الله تعالى 10,000 مسكن، أي يعني 10 سنوات توازي جهد 30 سنة سابقا. اللهم لك الحمد. في السابق مهندس خليفة، احنا نقول هذا الكلام فقط لتذكير المشاهدين، في السابق كانت الـ يعني أنظمة المساكن في الإمارة عبارة عن يعني كل مرة شكل من الأشكال، لجنة مؤقتة ثم لجنة دائمة، قبل ذلك كان في البلديات قبله، وهكذا في كل دفعة سكن يكون في شكل من أشكال التعامل معها. صاحب السمو وجه بتأسيس دائرة الإسكان لجمع كل هذه الجهود في مكان واحد، ولله الحمد والفضل والمنة، واضح بأن يعني رؤية صاحب السمو بأن يكون المشروع الإسكاني في دائرة مركزية سيكون للأثر كبير، وهذا ما نلمس اليوم. طبعا الحمد لله، كذلك لا ننسى أن نذكر أن صاحب السمو نقلنا وأعطانا ممكنات إلى حقبة يعني متقدمة في مجال العمل الإسكاني. يعني كما تعلم صاحب السمو بتوجيهاته بال 4400 مسكن أراد أن يصل إلى مرحلة من وصول صاحب الطلب إلى مفتاح مسكنه خلال تقديمه للطلب، يعني في أقصر مدة ممكنة، ونسابق الزمن حقيقة لنصل إلى تطلعات صاحب السمو من هذه الناحية، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يعني بالممكنات التي أعطانا إياها صاحب السمو بإشراف المباشر والمتواصل والدعم الذي نتلقاه، بإذن الله سنصل إلى هذه النتيجة بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. المهندس خليفة أكد في أول حديثك بأن هذه الدفعة الأولى لعام 2022. نعم بالضبط. في العادة كل كم تقريبا يتم اعتماد دفعة؟ في العادة تكون عندنا 3 إلى 4 دفعات كل سنة وكل 3 أشهر، فإذا كانت 4 كانت الأعداد أقل، إذا كانت 3 كانت الأعداد أكبر، المهم المحصلة واحدة. سواء كان 3 أو 4 دفعات في النتيجة النهائية يعني في معدل لعدد الاعتمادات. طبعا الآن إحنا بإذن الله سنتجاوز الرقم 1000 بحكم يمكن ذكرت أنا يعني في بالأمس أن بنظم التمويل الجديدة التي اعتمدتها حكومة الشارقة ستسرع وستضاعف من أعداد المساعدات السكنية وأعداد تنفيذ المشاريع، ولله الحمد. هذا أحد الممكنات التي يعني بفضل الله سبحانه وتعالى استطعنا من خلالها أن نقوم بالبدء بإسناد المشاريع الجديدة. الحمد لله. مهندس خليفة، أنت يعني كنت تتحدث عن مجمع سكني واحد في 434 مسكن، يعني لو فرضنا بأن هذا المجمع كان دفعة واحدة لك أن تتخيل يعني باقي الدفعات، فمتوقع السنة يزداد العدد عن 1000 إن شاء الله. إن شاء الله في أخبار طيبة إن شاء الله، ومجمعات جديدة إن شاء الله، وقت ما تكون جاهزة ونحصل فيها على مباركة صاحب السمو على طول إن شاء الله ستعلن الجمهور بإذن الله تعالى. نحن هكذا نريد مهندس خليفة، بأن لا تعطينا كل الأخبار حتى تطلع علينا بين فترة وأخرى ونسعد الناس يعني بشكل إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك سعادة المهندس، ما قصرت والله، يجعلك دائما مرسال خير ومبشر للناس ومفرح لهم إن شاء الله تعالى. اللهم آمين، ويسمحوا لنا اللي يسمعونا ومنكم ما أتاهم الرسالة، ولكن بإذن الله الخير جاي وفي قدوم بإذن الله. بإذن الله. اللي حصلوا على الاعتمادات اليوم ستصلهم رسائل نصية قصيرة كما هي العادة، صحيح؟ بمجرد ما اعتمد سمو ولي العهد حفظه الله في المجلس التنفيذي على الرابط الإلكتروني تصل رسائل نصية مباشرة للمستفيدين. ما شاء الله، يعني الآن اللي 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 اسمه موجود في الدفعة هذه وصلت رسالة. وصلت نعم رسالة. يا الله يستاهلون. يعني الآن توصلنا الرسائل، الناس فرحانة بالدفعة الجديدة هذه. بإذن الله. الله يبارك. شكرا مهندس خليفة. شكرا جزيلا. شكرا. في أمان الله. حياك الله. إذا كان معنا سعادة الدكتور المهندس خليفة الطنيجي رئيس دائرة الإسكان، وجميل أن نبدأ حلقة اليوم ب يعني الحديث عن دفعة الإسكان الأولى في هذا العام، وما شاء الله تبارك الله عدد كبير 528 مساعدة إسكانية،
ذكر المهندس خليفة الطنيجي تفاصيل هذه المساعدة، ربما أعود لها أنا في آخر الحلقة أثناء التلخيص.